هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا لين. الفيديو ده هيكون جزء تاني لفوائد واستخدامات زيت جوز الهند. واذا مشفتوش الفيديو الاولاني تقدروا تدوسوا على اللينك اللي هيظهر فوق وتتفرجوا عليه. وطبعا ما تنسوش بعد ما تتفرجوا على الفيديو تسيبوا لي كومنتس برايكم، وتعملوا لايك تحت، وتعملوا سبسكرايب، وتدوسوا على علامه الجرس عشان يفتح نوتيفيكيشن ويجيلكم كل فيديو جديد بننزله. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه اتكلم عنها هي الميك اب ريموفر او مزيل المكياج. زيت جوز الهند تقدروا تستخدموه 2 في 1، بمعنى ان هو مرطب. زي ما اتكلمت في الفيديو الاولاني وقلت ان هو مرطب قوي جدا، تقدروا تستخدموه كمزيل مكياج ومرطب في نفس الوقت. طبعا انا مجربه قبل كده ازاله المكياج بزيت جوز الهند، بس انا حبيت ان انا اعمل معاكم التجربه دي. وهحط مكياج على ايدي دلوقتي وهنسيبه شويه، وبعد كده نمسحه بزيت جوز الهند. زي ما انت شايفين حطيت فاونديشن، وحطيت نوعين من الاي لاينر، وحطيت روج ما بتمسحش بسهولة، وهسيبه منشفه شوية. طبعا زي ما انت شايفين بعد ما كله نشف هجيب قطنة واحط حاجة بسيطة على القطنة وهمسح الفاونديشن. طبعا طلع بسرعة والايلاينر. ايلاينر اللي انا حطيته اللي اتمسح بسرعه ده محمود سعيد، والايلاينر التاني اللي حطيته هنا ده ميبيلين. وميبيلين ده بالذات ما بيروحش بسهوله بس اتشال طبعا. والروج اللي هنا ده لايم كرايم، ولو تسمعوا عنه الروج ده ثابت وما بيروحش بسهوله. وزي ما انتم شايفين طبعا كله اتمسح، وزي ما قلت لكم 2 في 1، يعني بيشيل الميك اب وفي نفس الوقت بيرطب البشره. وتاني حاجه هتكلم عنها هي التجاعيد، بما ان انا لاحظت ان كذا حد بيسالني عن التجاعيد وان زيت جوز الهند ممكن يخفف التجاعيد. ولاحظت ان في بنات بتحب تحافظ على بشرتها بدري، وفي سيدات كبار متابعيني وبيسالوني اسئله عن التجاعيد، فحبيت اتكلم عن النقطه دي. وهي حاجه سهله جدا، ان انت قبل ما تنامي تدهني الحته اللي فيها تجاعيد، او الحتت اللي بيطلع فيها تجاعيد بسرعه هي اماكن حوالين العين، حوالين البق، الجبهه او القوره، او تدهني الوش كامل قبل ما تنامي بزيت جوز الهند. ما تدعكيش الجلد جامد، لا، بالراحه بالراحه من غير ما تحركي، او حوالين العين بالذات بالصباع اللي هو بتاع الدبله تطبطبي حوالين العين، او بالراحه تمشي ايدك بس على الاماكن اللي بيجي فيها التجاعيد. ودي حاجه حلوه بدل ما تستخدموا الكريمات الغاليه، بالذات البنات اللي هم بيبداوا يحافظوا على بشرتهم بدري. والمعلومه دي بالذات للناس اللي بشرتها جافه. وتالت حاجه اتكلم عنها هي حروق الشمس، طبعا البسيطه اللي هي بعد يوم طويل في الشمس. البنات اللي بتروح الكليه او شغلها بيبقى في مكان مفتوح او قدام شباك دايما الشمس فيه، طبعا بغض النظر ان انتوا طبعا لازم تحطوا سان بلوك، لكن زيت جوز الهند في اخر اليوم بيريح وبيرطب ويسكن الالم. اما رابع حاجه اتكلم عنها هي فروه الراس والقشره. الناس اللي عندها قشره في شعرها تستعمل زيت جوز الهند. اعملوا مساج لشعركم كده بالتكنيكس كده بسيطه وبطريقه سهله، اقعدوا بيه ساعه ساعتين حسب تقدروا تقعدوا بيه قد ايه في فروه الراس، تشطفيه عادي. وممكن ما تحطوش على شعرك كامل، تقدري بس تحطي على فروه الراس، ودي تعمليها مثلا كل اسبوع على قد ما تقدري علشان تشيل القشره اللي في شعرك والطبقه اللي بتتغير ويرطب فروه الشعر. خامس حاجه بقى اتكلم عنها هي احلى حاجه بالنسبه لي واحلى تجربه جربتها مع زيت جوز الهند، هي النايت كريم او كريم الليل. كل واحده كده تطلع عندها كريمها المفضل ايه، المرطب المفضل بتاعها ايه وتطلعه. انا عندي كريم المفضل هو جونسون، لو ما تعرفوهوش هتلاقوه في كل حته. اي نوع كريم مرطب عندك بتحبيه تقدري تستعمليه مع زيت جوز الهند. انا هنا عندي علبه قديمه صغيره، وعندي علبه
هاخد منها هنا، وباخد من علبة الكبيرة دي لو حبيت اخد مرطب فقط من غير زيت جوز الهند. لو كريم ليل فببقى عارفة ان العلبة صغيرة لكريم الليل. طبعا العلبة الصغيرة دي انا كنت حاطة فيها قبل كده لو شايفين بقايا كريم بزيت جوز الهند كنت عاملاه قبل كده وقرب يخلص، فهعمل معاكم دلوقتي. وزي ما انتم شايفين هنا انا حطيت حبة كريم من العلبة اللي انا قلت لكم عليها الكبيرة بتاعتي، وعلى كل معلقة كريم هتحطوا في حدود نص معلقة زيت جوز الهند. يعني انا حطيت هنا في حدود معلقتين، فانا هحط معلقة من زيت جوز الهند على الكريم بتاعي، وطبعا تقلبيه وبس. زي ما انتم شايفين انا كده قلبت زيت جوز الهند مع المرطب بتاعي، ومفيش اسهل من كده وصفة بكريمك المفضل وبزيت جوز الهند. وطبعا من فوائد كريم الليل ان هو بيحافظ على ترطيب البشرة بالليل واحنا نايمين، وبيخلي البشرة ناعمة. وسادس حاجة اتكلم عنها هي حاجة مزعجة جدا، هي قرصة الناموس او قرصة الحشرات عامة. وزيت جوز الهند بيساعد على تخفيف الالام زي ما قلت قبل كده، وبيخفف الاحمرار وبيريح المنطقة اللي فيها القرصة. تقدروا تحطوا نقطة تدهنوها بالراحة على القرصة او حواليها وان شاء الله هتخف بسرعة. وطبعا دي تكون اخر نقطة، زي ما قريتوا عنوان الفيديو ان هما 6 نقط بس، بس انا هقول حاجة بونس كده من عندي، ان ممكن تستعملوا زيت جوز الهند كمرطب للشفايف زي ما عملت في الفيديو الاولاني سكراب للشفايف، ده ما يمنعش ان هو ابدا يبقى مرطب للشفايف. فلو ما شفتوش الفيديو ده الحقوا شوفوه، هحط اللينك في اخر الفيديو وتحت في الديسكريبشن بوكس. وما تنسوش طبعا تسيبوا لنا كومنتس برايكم، ولو عندكم اي استفسارات هرد عليكم. وطبعا تعملوا لايك وسبورت لينا، وما تنسوش تعملوا لنا فولو على تويتر والانستغرام والسناب شات، وطبعا الفيسبوك تعملوا لنا عليه لايك. واحب اشكر كل الناس اللي عملوا لنا لايك وسبورت على الفيسبوك لدرجه ان احنا وصلنا لاكثر من 20,000 متابع. فاستمروا واحنا دايما بنرد على اسئلتكم، واحنا دايما موجودين. فميرسي ليكم ولدعمكم، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.